طبعا هتكلم معاكم على التشكيل المتوقع والكلام ده، لكن خلوني الاول اخد كابتن حسن مصطفى نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق. كابتن حسن، مساء الفل. مساء الفل يا كابتن شبان، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام يا كابتن؟ كله بخير، ربنا يخليك يا رب. تسلم لي. شايف ماتش سيمبا ازاي والتصريحات الشديدة اللي طالعة دي؟ هي التصريحات زي ما انت قلت بالظبط، ده ممكن يكون قلق من النادي الاهلي، قلق من قوة يعني النادي وانت الاهلي. بتلعب كم مرة قريت تصريحات زي دي في اندية انت كتيرة؟ بتواجهها لا في افريقيا كتيرة كتيرة، كل طول ما كان الوقت اي ترجع فرقة كسبان خمسة مثلا؟ كل ما كانت اي فرقة تبقى قلقانة منك قوي تلاقي تصريحات جامدة، والتصريحات يقول لك احنا هنكسب ونعدي النادي الاهلي ده وهنكسب هنفترس، كذا. ده لفظ نفترس كمان اتقال. هو انا بيفكرني الايام دي بايام انيمبا، لما احنا كنا عندنا ماتش، كانت انيمبا دي فرقة بس جامدة جدا. انيمبا وقتها خد بقى كان بطل افريقيا كمان، لا لا، انا ده فاكر ربنا انيمبا كرم. جه فترة كده كان جبار لا، يعني، ما كانت كانوش بيخسروا على ارضهم نهائي بالظبط يعني خالص. غير لا، سيمبا يعني، انيمبا ده كان حاجة حدوتة. ايوه بالظبط، قعدوا ماتشات كتيره قوي ما يكسبوش، فراحوا بهدلونا شويه هناك، قعدوا يبهدلونا حتى في الاقامه ومش عارف ايه وحاجات كتيره كده. فجه مستر مانويل جوزيه، فالراجل قال له انت هتتغلب بكره كتير ومش عارف ايه. فمانويل جوزيه كان ساكت خالص لغايه ما نرفزه، فقال له بكره انا هكسبك وهكسر الارقام بتاعتك وهكسبك على ملعبك، وهتشوف بكره النادي الاهلي هيعمل فيه. ده في فالحمد لله المؤتمر ربنا، لا ده كانت ما بينهم كده واحنا في الملعب، ودونا ملعب زراعه كده، قالنا انزلوا اتمرنوا هنا، واحنا ماشيين كده في جنينه كانوا هما قالوا انزلوا داخلين، اتمرنوا. ايه؟ كانوا هما يعني بيتمرنوا بعديكم مثلا او حاجه؟ لا، كانت زمان على ايامنا ده يعني. الصحفيين اللي بتسأل جوزيه يعني؟ لا، هقول لحضرتك، احنا ماشيين دلوقتي مانويل جوزيه، احنا اول ما وصلنا فعايزين نعمل تمرينه، فاحنا ما بلغناهمش ان احنا عايزين نعمل تمرينه، اللي هي انت عارف انت ايه، تبقى فاهم. مانويل جوزيه كان اول ما بيجي عايز طبعا من الطياره وكلبشه الجسم، تعرف احنا كنا بنسافر سفريات طويله جدا مش زي دلوقتي. فراح جه الراجل قال له عايزين نتمرن، فجم ماشيين قالوا لنا انتوا ما قلتولناش يبقى في ملعب عشان نحضره لكم. واحنا ماشيين كده راح ايه، لقوا جنينه قالوا لنا انزلوا هنا. فقال له انت عارف انت بتعامل النادي، احنا النادي الاهلي. قال له لا عادي انزل اتمرن هنا. ده كان بيتكلم هو مصري، مانويل جوزيه، واحمد عبده كان بيترجم. يعني بيقول لنا. فسالناه يعني احمد عبده بيقول، فقعد يقول له احنا هنكسبكم واحنا هنعمل مش عارفه ايه، انتوا كده كده هتتغلبوا بكره زي اي فرقه، احنا بنكسب على اي فرقه مش عارف. قال له انت عارف انت بتكلم مين؟ ده النادي الاهلي. ومانويل جوزيه يتنرفز نرفزه رهيبه وقال له انا هكسبك وهكسر ارقامك وهتشوف النادي الاهلي هيعمل فيك ايه. وفعلا ربنا كرمنا والمطره مطرت والجو كان كويس جدا، وربنا كرمنا وكسبنا. ده اللي انا عايز اقوله ايه، ان اي كسبته ايه فرقه بقى، 1-0 ولا ايه؟ 1-0، عماد متعب اللي هي الكوره، عماد متعب جوره عملها، متعب، هو تمام بتريكا افتكرت. وحطها له وراح حاططها قول لي جون. بقى الجوزيه قال لكم ايه في المحاضره بقى بعد الواقعه دي يعني قبل الماتش؟ قبل الماتش قال لنا احنا هنروح نكسب وهنكسر الارقام بتاعتهم وهناخد بطوله افريقيا. ده كان كلامه على طول معانا ودي كانت بدايه. خلي بالك كان ساعتها لسه احنا واخدين الدوري واول بطوله لينا، وكنا لسه عاملين فرقه كويسه، وكان مادي النحاس جه وبركات وكل الناس لا يعني مانويل جوزيه وحكى لكم الواقعه اللي حصلت دي في لا، قبل الماتش. اوكي دي طيب، قدامنا عشان الواقعه بس قدامنا. نرجع تاني لمباراه بكره. انا قلت رايي ومتوقع ان الاهلي يكسب، انت زيي ولا قلقان؟ هو انا انت دايما بتبقى عندك الحساسه لا ما دي، تخشش قصادي تاني. فانا خد بقى يعني، انت بحبش اخش دقت من قصادك الكاس ده مرتين ثلاثه قبل كده. بالظبط كده. بس انا يعني اختلف معاك شويه، فريق سيمبا فريق كويس، فريق ما محترم، احنا ما قلناش لاعب حاجه، النادي الاهلي، لاعب النادي الاهلي على ملعبه ما قلناش وارضيه حاجه، النادي بس الاهلي. الاهلي كان مستواه متراجع الفتره دي بتاعت شهر 10 دي. ما هي دي لازم نقول برضو، النادي الاهلي الفط طول، معلش انا كابتن شبانه، النادي الاهلي طول ما بيلعب فرقه ليفل عالي السنه دي بالذات لغايه دلوقتي ما بيأديش الاداء الكويس لا يا المطلوب فندم، منه. في كاس العالم وفي السوبر المصري كان وصل التوب فورم طيب مع اتحاد جده ماشي ومع يعني، اوراوا ومع ما هو فلومينينسي، قبليها حتى لما خسرنا كان الاهلي كويس جدا. قبليها ما انا قبليها بقول لك لا الفتره دي كان الاهلي متراجع، ودلوقتي مش هنكر ان الاهلي متراجع بعد كاس الامم بالظبط يعني، هو ده اللي انا يعني، اقصد بعد فيه كاس بالظبط. الامم برضو المستوى تراجع عن فتره شهر 11 و12، الاهلي كان وصل للتوب فورم مع كاس العالم، ممكن بعد كاس العالم وبعد كده لما جه في في كاس الدوري برضو العالم وفي الاداء السوبر المصري. مظبوط. بالظبط، وكان اداؤه برضو لما رجع في الدوري ما برضو انا كان اداؤه مستوى مش متراجع، كويس بس انا هنفوق على سيمبا بكره. يعني. اتمنى انا بقول احنا هنكسب ان شاء الله سيمبا ان شاء الله باذن الله، لو بيرستاو وحسين الشحات والفرود اللي هيلعب بكهرباء اعتقد. كهربا، يبقى الثلاثه دولت لو كويسين كهرباء والفرص انت اللي بالك هتكسب. بتقولها بندهاش كده، ما انت عايز مين يلعب؟ لا، كهربا، اوعى تقول حاجه تانية غير دي. لا لا عذر كولر لا يسمعك قلت لك ينفذ، لا يقول لك حسب مصطفى اللي قال لي.
تودي لا لها في لا لا داهيه. لو لاعب مودست يبقى خلاص انت كده فقدت لاعب خلاص من اول لا فقدت، الماتش. مش مجرد فقدت لاعب طبعا، لكن هي اقصد فقدت اداء مهم في المنطقه دي بكره، لان المنطقه دي هتبقى انت معتمد ان ما يلعبوش كوره من تحت، وعايز لعيب حلوة هراس حلوة وهراوي وبيضغط وبيبقى حلو طبعا التعبير اللي انت قلته، يعني انا ممكن اكون ايه يعني طبعا قلتها كده بالظبط كامل، يعني بس هي فعلا انت هتفقد الضغط العالي، هتفقد بالظبط بالظبط. وخد الاستحواذ، بالك الثلاثه اللي قدام بيساعدوا بعض في الحته دي يعني. بالظبط كده، وبيقعدوا يغيروا مع بعض هما صح الثلاثه. صح فهي دي النقطه، لو حسين الشحات وبيرسيتاو وكهربا مركزين جدا، لان انا افتكر ماتش سيمبا في الماتشات اللي هي البطوله الافريقيه اللي فاتت دي ضيع جوان كتير ضيعنا فرص كتير جدا في وتعادلنا 2-2 الماتشين على فكرة هناك وهنا. بالظبط بسبب الفرص دي، كان ادائنا هو اللي بيخلي الناس وكان خلى الاهلي الناس برضو ما ممكن يخرج. طب انا بالظبط. قبل ما اختم معاك، ما فيش حجة يعني، انت بتقول لي لو الثلاثة دول فايقين، خد بالك ان بيرسي تاو ما راحش، وربما دي صدفة كمان جيدة ايجابية للاهلي، بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا ما راحش المنتخب الثلاثة جنوب افريقيا، كهربا ما راحش مع منتخب مصر، وحتى حسين راح جال التقلص شوية ده وكابتن حسام ريحه. بالظبط بالظبط فاعتقد الثلاثة كده كده مريحين. وده ميزة متهيألي. بالظبط، بس انا بقى زي ما حضرتك قلت برضو النقطه الثانيه، المشكله ان انت ممكن تقابلها في نص في الديفنس. الديفنس انت عندك محمد هاني عنده دلوقتي بدات المشاكل بتاعته تظهر قدام الناس، والناس بدات تركز فيها موضوع واحد على واحد والتغطيه العكسيه. علي معلول برضو نفس القصه، لو هاجم وكده فبيبقى عنده مشاكل في الحته الدفاعيه. عبد المنعم مشكلته دلوقتي ان بيمسك الكوره كتير وبيقعد عايز يرقص فممكن فانت تتقطع عايز يكون منه، في تركيز كبير بكره. فلازم الاربعه اللي حضرتك قلت عليهم دولت يبقوا مركزين جامد جدا، وكل واحد وفي الكور الثابته اللي علينا والكور والاهم الثابته. يا كابتن حسن برضو في رايي الديفنس برضو كفاءته او عدم كفاءته اللي بيكشفها نص الملعب. برافو عليك يا كابتن، برافو، انت كده جبت المفيد. انا يعني دايما مش بقول فايق نص الخط، الملعب وتلعب برضه ما تاخدكش برضه النداهه وتلعب تبدا بقفشه مثلا، انا في رايي ما لا اعرفش. انا لا هو لازم يلعب مروان وكوكا وحد تاني معاهم. عمرو السوليه السلايه تمام كده صح كده؟ تمام انا في رايي لا برضه بالظبط تمام زيك كده. وخلي يعني قفشه ورقه في ايديك يعني، عندك الشوط الثاني بقى يكون ورق اللياقه بالظبط نزلت كده شويه، الدنيا اتفتحت قدامك، بالظبط كده خطفت جول يعني الدنيا. بالظبط تقدر تقدر عشان كمان حتى لو انت الديفنس. حبيت، لو حبيت مثلا حصل لا قدر الله دخلت الدون وكده وعايز تخلي كده، ممكن قفشه ينزل يبقى حل تاني في مظبوط. الحلول اللي موجوده. وهما بيعتمدوا على التمرير القصير وبيعتمدوا على الطرفين بتوعهم، لا فانت هم لو قفلت خطرين نص جدا الملعب وقربت كابتن. المساحات. انا اتفرجت على الماتشين اللي هم اللي فاتوا، عندهم سرعات رهيبه، عندهم هم اوحش حاجه عندهم الاربعه اللي ورا ودي ميزه بالنسبه لنا، بالنسبه يعني لبيرسي تاو بالظبط وسرعات بيرسي تاو وحسين بالظبط الشحات كده. الاربعه اللي ورا عندهم نص ملعب بالناس اللي قدام سرعه جدا، لعيب الكوره بيقدروا من الحاله الدفاعيه يقدروا بالسرعات بتاعتهم يهاجموا بسرعه، فديت حاجه بتقلقني انا. فهي دي هي دي النقطه. فانا لو زي ما حضرتك قلت نص الملعب ركز مع الديفنس مع الناس اللي قدام وكلهم بلوك واحد، تمام يا كابتن. الامور كلها خطوات قصدي المساحات بتاعتهم قريبه، فان شاء الله باذن الله ان شاء الله يا كابتن النادي حسن، وهنيك بكره على الفوز باذن الله. ان شاء الله كابتن، ان شاء بشكر الله كابتن حسن مصطفى نجمنا، شكرا جزيلا على هذه المداخله. هطلع فاصل سريع وارجع اتواصل مع حضراتكم.